اللي قدامنا دول يبقوا علماء في البيولوجيا وقدروا يعملوا الكائن ده في المعمل، ولما بيكبر بيكون انثى وبتعمل علاقه مع العالم، وبعدها بشويه بيتحول لذكر وبيعمل علاقه مع العالمه، لا وكمان بتحمل منه. اهلا بيكم في فيلم الخيال العلمي والاثاره سبلايس. اللي قدامنا ده يبقى عالم البيولوجيا كلايف، ودي العالمة إلسا، وشغالين في شركة نيوستيد للأدوية، وشغلهم بيكون مختصر في المعمل بتاع الشركة على إنتاج حيوانات من نوع جديد عن طريق دمج الحمض النووي بتاع حيوانين مختلفين عشان ينتجوا نوع جديد ويقدروا يستخلصوا منه الجينات اللي عن طريقها يطلعوا بروتينات بيستخدموها في الأدوية اللي بتنتجها الشركة. ولكن العالمين دول بيقرروا إنهم يعملوا دمج عن طريق حمض نووي بشري مع حمض نووي بتاع حيوان عشان ينتجوا جينات يقدروا يستخدموها في علاج أمراض البشر زي الزهايمر. ولكن بتكون نتيجة دمج حمض نووي بشري مع حمض نووي حيواني المخلوق الغريب ده، ومحدش غيرهم في المعمل كله بيعرف حاجة عن الموضوع ده لأنه ضد سياسة الشركة. وكلايف ما بيكونش عاجبه الموضوع في الأول وبيكون عايز يتخلص من المخلوق، لكن إلسا بتدافع عنه وتقوله إن الموضوع بقى أمر واقع ولازم نحطه تحت التجارب عشان نطلع منه جينات نقدر نستخدمها في علاج الأمراض البشرية، وبياخدوه عشان يعملوا عليه التجارب وياخدوا منه عينات. وبيلاقوا حاجة غريبة فيه، إن الخلايا بتاعته بتكبر بسرعة جدا، وده معناه إن الدقايق في عمره بتساوي أيام من عمر البشر. وفي يوم كلايف بيعمل أكل ويروح عشان يأكله، لكن المخلوق مش بيرضى ياكل، وتمسكه إلسا عشان يحط الأكل في بقه بالعافية، لكنه بيرفض الأكل وينزل من على إيد إلسا ويوقع منها الحلويات على الأرض وبيبدأ ياكل فيها. وإلسا بتعرف إنه بيحب السكريات ويبدأوا يعملوا له الأكل ويحطوا له فيه سكريات عشان ياكل ويقدر يعيش. وبتمر الأيام وبيكبر المخلوق، وإلسا بتعامله كأنه طفلة صغيرة وبتلعب معاها وبتحاول تعلمها الحروف وبتكتب لها اسمها بالحروف، لكن المخلوق بيكتب كلمة تانية وبتكون الكلمة دي هي نفس الكلمة اللي مكتوبة على التيشيرت بتاع إلسا، وإلسا بتبقى مبسوطة بيها جدا. وكلايف بيدخل يلاقي إلسا بتتعامل مع المخلوق كأنها طفل بشري، وكلايف بيبقى متضايق جدا ويقول لها انت ايه اللي خلاكي تخرجي المخلوق من المعمل وتجيبيه الأوضة هنا؟ بتقول له ما تقولش عليه مخلوق. قال لها امال اقول عليه ايه؟ قالت له اسمها درين، انا سميتها درين. وهما بيتكلموا بيبقى صوتهم عالي والدكتور ده يقف يسمعهم ويتصنت عليهم. وهما بيتكلموا فجأة بيلاقوا الباب بيفتح ودرين راكبة على الدكتور ومطلعة شوكة من ديلها وعايزة تقتله، لكن إلسا بتشخط فيها وتقول لها روحي مكانك. وكلايف بيحاول يفهم الدكتور لكنه بيطلع يجري، ومش بيلاقوا حل قدامهم غير انهم ياخدوا درين وينزلوها المخزن عشان محدش يشوفها. وإلسا بتبقى شايلة درين وتتعامل معها كأنها طفلة صغيرة زي ما يكون بنتها، وبتعيش درين في المخزن وبتكبر وشكلها بيتحول لبشري مع الوقت. واللي قدامنا دي بتبقى رئيسة مجلس إدارة شركة نيوستيل للأدوية اللي شغال فيها كلايف وإلسا، وبتعلن في مؤتمر عن الكائن اللي عمله كلايف وإلسا نتيجة دمج حمض نووي لحيوانين مختلفين. وبيطلع كلايف وإلسا عشان يتكلموا عن الاكتشاف بتاعهم، لكن حاجة غريبة جدا بتحصل. الحيوانين الاتنين اللي المفروض انهم ذكر وانثى بيقعدوا يضربوا في بعض لحد ما يموتوا بعض، وكلهم واقفين في حالة ذهول. وبعدها رئيسة مجلس الإدارة بتجتمع مع كلايف وإلسا وبتقول لهم ايه اللي حصل ده. كلايف وإلسا بيقولوا لها ان الحيوانين المفروض انهم كانوا ذكر وانثى، لكن الانثى غيرت جنسها وتحولت ذكر عشان كده الاتنين هجموا على بعض. بتقول لهم ازاي ده حصل؟ قالوا لها احنا ما نعرفش لحد دلوقتي، ونروح للدكتور ده اللي بيطلع اخو كلايف وبيقول لهم انهم لازم يمشوا درن من المكان لانها في خطر والشركه ممكن تلاقيها في اي وقت. فبتقوم إلسا قايلة انهم ممكن يودوها المزرعه المهجوره بتاعت اهلها وبياخدوها في كرتون عشان ما حدش يشوفها ويحطوها في عربيه ويطلعوا بيها على المزرعه. واول ما بيوصلوا عند البيت اللي في المزرعه درن بتطلع تجري ويطلع يجري وراها يدوروا عليها، ويلاقوها قاعده ماسكه ارنب وعماله تاكل فيه. ويدخلوا جوه وإلسا بتقول لدرن اوعى تهربي مني تاني، لكن درن بتبقى واقفه ومش عاجبها المكان ومتضايقه. وتاني يوم بيروح كلايف وإلسا الشغل عادي عشان ما حدش يشك فيهم، ونروح لدرن اللي بتقف وتفتح بقها للميه اللي نازله من فوق. في الوقت ده بيكون كلايف وإلسا مركبين كاميرات في كل مكان عشان يراقبوها، ودرن بتلاقي شنطه وتفتحها وتلاقي فيها تاج وبتلبسه، وبتلاقي صوره إلسا مع امها وتلاقي العروسه دي وتبقى مبسوطه بيها. وفجاه بتسمع صوت قطه وتروح تمسكها، لكن مش بتقتلها وبتصعب عليها وتاخدها في حضنها. وبالليل بيروح كلايف وإلسا عند درن، وإلسا بتحط لها الاكل لكن درن مش بترضى تاكل، وإلسا بتقول لها مالك، قامت عامله لها كلمه بالحروف معناها انها متضايقه. وكلايف بيبقى واقف مستغرب انها فاهمه الحروف والكلمات، وبتقوم عامله كلمه ثانيه معناها انها عايزه تخرج، لكن إلسا بتقول لها لا. وبتقوم درن قلب الترابيزه وبتقعد تكسر في الحاجات، لكن إلسا بتشخط فيها وتخليها تهدى. بعدها درن بتطلع تتشعلق في الحبل وتكسر السقف وتعدي منه، وبيطلع كلايف وإلسا على السطح عشان يقولوا لها انزلي، ودرن بتيجي تقع من على السقف لكنها بتفرد ايديها ويطلع منه جناحات.
وبتيجي تطير، لكن كلايف بيقول لها ما تعمليش كده، ارجعي احنا بنحبك. فبتروح تجري عليه وتقوم حضناه. وتاني يوم كلايف بيروح الشغل، وإلسا بتكون عند درن وبتحط لها ميك اب وتقول لها انت بقيتي انسه دلوقتي. وإلسا بتاخد القطه بتاعه درن، ودرن بتبقى زعلانه منها جدا. وبيجي كلايف بالعربيه ويدخل عشان يلاقي إلسا نايمه، فبيسيبها ويروح عند درن وبيلاقيها قاعده تعيط. وكلايف بيروح يشغل لها مزيكا ويرقصوا هما الاتنين مع بعض. لكن وهما بيرقصوا بتيجي حاجه في دماغ كلايف لما بيلاقي درن بتتصرف زي البشر، ويسيبها ويروح لإلسا اللي بيقول لها وهو متضايق هو الحمض النووي البشري اللي موجود في درن يبقى بتاعك انت؟ بتقول له ايوه، ايه المشكله؟ لكن كلايف بيبقى متضايق جدا ويسيبها ويخرج. وبتروح إلسا عند درن عشان ترجع لها القطه، لكن درن بتطلع الشوكه من ديلها وتقتل القطه وتهجم على إلسا، لكن مش بتعمل لها حاجه، لكن بتاخد منها المفتاح وتفتح الباب. لكن إلسا بتضربها من ورا وتكتفها على الترابيزه وتخلع من عليها الفستان وتقطع اخر حته في ديلها، مفكره انها كده قطعت الشوكه بتاعتها. وبيروح كلايف وبيبقى واقف مصدوم من اللي إلسا بتعمله، ويقول لها انت بتعملي ايه؟ قالت له بعمل اللي المفروض كان يحصل من زمان. وبتاخد الحته المقطوعه من ديلها وتخرج. وكلايف بيروح يغطي درن، وإلسا بتروح المعمل وتعمل اختبارات على ديل درن. في الوقت ده كلايف بيبقى قاعد وبيشوف كاميرات المراقبه بتاعه درن، وبيلاقيها بتعوم في الميه وتبص للكاميرا كانها شايفاه. وكلايف بيتخض ويقوم قافل اللاب، ويروح لدرن في المكان بتاعها وبيلاقيها واقفه وراه من غير هدوم، وقامت بيساه ويعملوا علاقه مع بعض. لكن إلسا بتطب عليهم في المكان، ولما بتشوفهم كده بتطلع تجري، وكلايف بيطلع يجري وراها لكنها بتمشي. وبيروح البيت ويلاقيها قاعده وتقول له انت شخص مريض، يقول لها وانت كمان مريضه لان انت السبب في كل اللي حصل ده، والفكره كانت فكرتك من البدايه. ويقعدوا يتكلموا، لكنهم بيقرروا في النهايه انهم يتخلصوا من درن. ويروح عند درن ويدوروا عليها في المكان، ويلاقوها في حوض الميه ويطلعوها، لكن بيلاقوها مش بتتنفس، وبيفكروا انها ماتت. وإلسا بتقعد تعيط عليها، وبياخدوها ويدفنوها ويولعوا في الحاجات والالعاب بتاعتها. وفجاه يجوا الدكتور اخو كلايف ومعاه مديرهم في الشغل، وهم واقفين بيتكلموا. المكان اللي فيه درن بتبدا الارض بتاعته تتحرك، وفجاه المدير بيتخطف من وسطهم وهم واقفين. ويروحوا يدوروا عليه يلاقوه ميت فوق الشجره، ويبصوا يلاقوا درن اتحول لذكر. وبتقوم درن خاطفه الدكتور اخو كلايف، وكلايف بيجري يدور عليه هو وإلسا. وإلسا بتحاول تهديه، لكن الكشاف اللي ماسكه بيقع في الميه، وبيوط عشان ياخده لكن بيقع في الميه هو كمان. وإلسا بتطلعه، لكنها بتلاقي درن طالع من الميه وبتطلع تجري منها، ودرن بتروح وراها. وإلسا وهي بتجري بتخبط في الشجره وتقع، ودرن اللي بيكون اتحول لذكر بيروح ويقعد فوقها. وإلسا بتقول له انت عايز ايه؟ بيقول لها انا عايز اعمل معاك علاقه. في الوقت ده بيجي كلايف ويطعن درن في ظهره، لكن درن بيطلع الحديده ويهجم على كلايف، ويقعوا الاثنين على الارض. لكن إلسا بتيجي وتضرب درن بالصخره على دماغه، لكنه مش بيموت، ويقوم راشق الشوكه اللي في ديله في قلب كلايف ويموته. وبعدها إلسا بتضربه بالصخره تاني على دماغه وتموته، وبتعيش إلسا، لكنها بتكون حامل من درن. وينتهي فيلمنا على كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شرفونا على صفحتنا على فيسبوك احمد ستوري، وهتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. مع السلامه.